ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الكابتن مصطفى غراب مدرب حراس مرمى نادي الزمالك مواليد 2006. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ. احنا يعني لاحظنا في الفتره الاخيره في قطاع الناشئين في كل الانديه، الزمالك، الاهلي، المقاولين، الترسانه، كل الانديه دي طلعت مواهب فذه من قطاع الناشئين. ليه النهارده مش بنلاقي المواهب دي موجوده زي زمان؟ والله في البدايه طبعا مرحب بحضرتك والاستاذ احمد. اهلا بحضرتك. الموضوع موضوع البراعم طبعا في مصر، انا من وجهه نظري يعني في ظلم كبير. الاهتمام فيه مش زي الاول. الاول كان المدرب ليه كارير معين، ليه هيبته. النهارده موضوع الاستثمار الجديد في مصر للاسف اللي دخل علينا ده دخله مش لطيفه خالص، اذى الدنيا. فبقى كل مدرب هدفه الاساسي الهدف مالي، مش تعليمي. بالظبط، ربح مادي. بالظبط. فده بيعود بقى بالسلب على الولاد، على البراعم. فده طبعا بيبقى فيه ظلم كبير للبراعم. البراعم ده يعني دي اخطر مرحله في مصر، دي اهم. وبعدين برضو يا كابتن مصطفى، يعني شايف قطاعات الناشئين ما عادش فيه تفريغ للناشئين في مصر، سواء للمنتخبات او الانديه زي زمان. يعني كان زمان تحس ان كل نادي عنده مثلا 3 4 ناشئين بيقدمهم للفريق الاول، بنستفاد بيهم في منتخب مصر. دلوقتي ما عادش. انت ايه رايك في الكلام ده؟ ما هو ده سببه زي ما قلت لحضرتك، برضو السبوبه زي ما بالظبط. انا كبرعم مش لاقي معلومات، مش لاقي تاسيس. أيوة. كويس. أيوة. اهم مرحله فيها تاسيس هي مرحله البراعم. تمام. فما عادش في تاسيس. محدش، انا اسف في التشبيه، مش فاضي. انا كمدرب مش فاضي اسس. انا كل هدفي ان انا اجمع. أيوة. ماده او اجمع مال. طب حضرتك يعني حصرت مشكله او سبب ازمه قطاع الناشئين في مصر في الاستثمار الرياضي طبعا، ولا في اسباب تانية ممكن؟ والله لو هدخل سبب تاني من وجهه نظري انا الشخصيه، ممكن الضمير. يعني المدرب المصري او المدرب عموما في مصر او بره مصر، لو ضميره موجود هيبقى شيء اساسي، ان هيتعب شويه تعب زياده مع الولاد هيستفيد منه اكتر. يعني هنا هيقدر يطلع بقى، هيأسس صح، هيبقى عنده المساحه الكافيه ان هو يأسس صح. هروح برضو لحضرتك لسؤال مهم، يعني مركب برضو في يعني في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، مش هنخرج بعيد. تمام. ولكن هي وجهة نظر أحب أعرف، يعني خصوصا أن حضرتك في قطاع الناشئين في مواليد 2006 في نادي الزمالك، هل يعني إغفال دور البراعم في الأندية ومراكز الشباب بيأثر على مرحلة قطاع الناشئين؟ طبعا. يعني ده ممكن يكون سبب طبعا رئيسي؟ ده مش ممكن، ده اكيد، ده هو سبب رئيسي. سبب الفريق الاول للنادي. أيوه. اللي بيبقى دعم ليه ايه؟ الناشئين. الناشئين نفس الكلام، الناشئين الدعم ليهم البراعم. هو البراعم فعلا، هي سلسله مرتبطه. أيوه. ببعضيها. تمام. طيب حضرتك نقطه حساسه جدا ومن حق حضرتك تجاوب. هل الواسطه والمحسوبيه في النوادي الرياضيه من ضمن اسباب فشل قطاع الناشئين في كثير من الانديه؟ احنا ما فيش مشكله ان شاء الله نجاوبها يعني. سؤال محرج شويه. هو بص، هي يعني انا بالنسبه لي ممكن استخدم الواسطه، بس الواسطه هستخدمها ازاي؟ يعني ممكن يكون حد يعز عليا، استخدمه ان هو يخش المكان نشوفه. نبص عليه، نسلط عليه الضوء. لكن هل الواسطه هتخليني ان انا ابقى محتاج ماتش، وماتش مهم جدا، اجيب لعيب مثلا مش على المستوى الكافي دون المستوى واخليه يلعب الماتش؟ مستحيل. مهما كانت، معلش، الواسطه دي مين؟ ده هيبقى صعب. يبقى انا كده بغامر باسمي وبمستقبلي في التدريب. تمام. طيب برضو مش هنخرج بعيد عن البراعم والناشئين، حضرتك يا كابتن مصطفى شايف ان ايه دور المدرب في تهيئه يعني الولد اللي هو قبل مرحله الناشئين اللي بتسمى البراعم، اللي هي مثلا مرحله مهمه جدا في الرياضه المصريه؟ طبعا. هل المدرب له دور في تاسيس اللاعب في السن ده وفي العمر ده؟ المدرب طبعا ليه الكلمه العليا زي ما بيقولوا. ايوه. في المرحله دي اللي احنا ليه بنقول المدرب تعريفه هو مزيج ما بين المربي والفنان. تمام. يعني مزيج ما بين المربي والفنان. المربي ده اللي هو دوره تربوي، يعني ليك دور تربوي. الولد انت بالنسبه له زي ما بيقولوا كده مثلا انت سوبر هيرو بتاعه، بيقوم وينام يحلم بيك، بيقلدك في كل حاجه. ايوه. فطبعا لازم في دور تربوي للمدرب. وفنان دي هو بيفنن في الملعب.
كويس. يعني لازم يكون عنده حته اللهم صل على سيدنا محمد في تمرين معين مش هجيبه. النهارده اليوتيوب مليان تمارين، انا لو مدرب مش فاهم فانا هجيب التمرين زي ما هو هروح طخ في اي مرحله في كل سن، لكن الفن بتاعي ان انا اطور منه، هشتغله مع سن مثلا 13 سنه غير ما هشتغله مع 16 سنه، هو نفس التمرين. أيوه. بس طبعا لازم يكون في ايه الشده بتاعته غير الشده. اذا لازم انا بناشد مجالس الادارات العنايه في اختيار مدربين البراعم. طبعا ده لازم يكون على اكبر كفاءه من يعني احسن من معلش انا اسف برضه المدرب. كل ما المرحله السنيه تكبر المدرب بقى سهل عليه زي المنتخبات، هو بيجي له اللعيب جاهز تمام ما بيعملش معاه حاجه، هو يا دوب بس بيطور منه. يا كابتن مصطفى عايزين في نقاط مختصره ازاي تعد ناشئ او برعم صغير ان هو يبقى لاعب كره قدم كف. ده حضرتك بيبقى من خلال التاسيس، انا بشوف هو يعني بعمله زي اختبار صغير تيست بسيط اشوف انا هبدا معاه منين عشان هنهي معاه فين. يعني ده دور مهم جدا، ما ينفعش ان انا اكون معايا مثلا 15 او 20 لعيب. طب معلش نستاذنك يا كابتن، معانا الاستاذه صفيه. الو مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، مع حضرتك صفيه. اهلا بيكي، منين يا استاذه صفيه؟ انا من القاهره. اهلا بيكي، تحب تكلمي ايه؟ تحب تكلمي كابتن مصطفى ولا ليكي اي اقتراح؟ لا كنت عايزه بس انا كنت عايزه اعلق على مباراه الاهلي النهارده. اتفضلي معاكي يا استاذه صفيه. اتفضلي حضرتك، النهارده الاداء يعني ما كانش زي كل مباراه، يعني الاداء النهارده فوتوا كذا جون وكده. تمام، شكرا 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 يا استاذه صفيه. كمل يا كابتن. احنا واقفين عند مرحله التاسيس. مرحله التاسيس يهمني جدا ان المدرب في المرحله دي يكون على قدر كافي من العلم، لان هو لو ما عندوش المعلومه هيوصلها للولد ازاي؟ والبرعم لو حس ان انت بتقول معلش اي كلام مش هيقتنع، لازم يكون برضه حضرتك تعمل ليه مثال واثنين عشان توصل له المعلومه بشكل او باخر. لكن هو لو ما شافش ده منك مش هتبقى بالنسبه له برضه يعني ايه حجمك هيبقى قليل شويه. طيب نروح لسؤال برضه مهم جدا يا كابتن مصطفى وبيشغل كل اولياء الامور. ايه الشروط اللي بتتوفر مثلا في البرعم او الناشئ ان هو يتاهل والانضمام للنادي مثلا؟ هي اكتر من حاجه، مثلا زي السمه الشخصيه، يعني حاجات جوه الولد زي الموهبه نفسها. الموهبه الاول، موهبه طبعا السن ده. طبعا يعني لازم يكون موهوب، انما التكوين الجسماني لسه ما بيفرقش، ممكن يجي بعد كده. في الكره الحديثه ما بقاش موضوع التكوين الجسماني مهم جدا، والدليل على كده بنشوف مثال مصر النهارده محمد صلاح حجمه مش اللي هو الضخم. تمام. ميسي هو غالبا اللاعب المهاري ما بيبقاش تكوينه ضخم زي طبعا ما طبعا. طب يا كابتن مصطفى، يعني في الوقت الحالي بنشوف قطاع الناشئين وقطاع البراعم ملايين بتتصرف عليه في تكوين قاعدة ناشئين وبراعم، وبعد كده بيجوا عند سن معين والنادي بيصرح كل اللي عمله خلال الفترات وهو في سن معين. تمام. طيب ايه اللي تقترحه ان ممكن الأندية تقدر تحافظ على الثروة اللي عندها ما تفرطش فيها ببلاش للأندية التانية؟ والله هو ده هيبقى بقى من خلال يعني اكتر من نادي يناشدوا اتحاد الكوره ان هيجوا عند المرحله السنيه دي لازم يكون لهم مسابقه. ما انا مش هفضل اربي في البرعم وفي الناشئ لحد ما يوصل عند سن معين، وبكل بساطه انت بترغمني، انت كاتحاد كوره بترغمني ان انا استغنى عن اللعيب، لان انت خلاص انت لغيت المسابقه بتاعته، فانا هخليه عندي يعمل ايه؟ لو محتاج لعيب او اثنين او ثلاثه فبقيت الفرقه خلاص كده. لا بس يا كابتن مصطفى، يعني الفرقه زي الاهلي والزمالك بتستغني عن اللاعب، بيروح نادي تاني ويرجع يرجع للزمالك او الاهلي بملايين الجنيهات. بارقام طبعا. طب ما هو ده ليه؟ انا ما وفرتلوش المكان عندي اتحاد الكوره. هل معلش على ده؟ معلش يعني فضل. هل ما فيش عين خبيره بتتوقع مستقبل؟ طبعا طبعا ده برضه ده مهم جدا. العين الخبيره اللي عندي او الناس اللي هي اللجان الفنيه اللي احنا بنسميها لجان فنيه،
لابد ان هم يعتنوا جدا بالحته دي، ان انا اكون عندي نظره ان في المستقبل اللاعب ده هيبقى مثلا هيفيدني في الفريق الاول. طب لو مش هيفيدني في الفريق الاول، زي ما بتعمل احد الانديه دلوقتي بيطلعوا اعاره في الانديه اللي هي ممكن يقدر ان هو يلعب فيها، ويرجع تاني بقى يرجع لي واقف على رجليه، بحيث ان انا اقدر ان انا يفيد المكان ويفيد النادي. نروح برضو لنقطه مثيره للجدل اخرى يا كابتن مصطفى. شايف الانديه الشعبيه ذات الجماهيريه والانديه الخاصه، انا وجهه نظري الضعيفه برضو شايف ان الانديه الخاصه نجحت ان هي تقدم لنا ناشئين على مستوى. طب ليه الانديه الشعبيه ما بتحذوش حذو الانديه الخاصه؟ انا من وجهه نظري شايف ده بيبقى فرق امكانيات. الانديه الشعبيه في مصر عمرها ما بتبقى دخلها او الدعم ليها ما بيبقاش زي بقيه الانديه الكبيره. تمام. الاسامي الكبيره. تمام. لان طبعا عنده الاحتياجات عنده مش مكفيه، عنده عبء بس كبير طبعا. بس يا كابتن ملاحظين الانديه الشعبيه بيطلع منها لعيبه تقريبا افضل من الانديه الجماهيريه الكبيره. هنا بقى لحضرتك قلت عليه من شويه، العين الخبيره اللي هي بتبص، اللي عندها نظره لقدام، يبص على اللعيب. انا اللعيب ده هيفيدني في المرحله اللي جايه. تمام. لا اللعيب ده مش مرحلته دلوقتي، ابتدي ان انا اخليه شويه اجمده زي ما بيقولوا. طيب في نهايه الحوار نشكر حضرتك وعلى لقاء في اشكرك واشكر استاذ احمد، وانا سعيد بلقائي معاكم، وان شاء الله باذن الله مزيد من النجاح والتوفيق ليكم. شكرا يا استاذ مصطفى. شكرا كابتن مصطفى. الله يخليك. احنا كده وقتنا انتهى يا استاذ شريف. ان شاء الله. نختم بقى ونطلع، يعني تقول ايه للجمهور؟ لا اتفضل انت اختم الحلقه. اعزائنا المشاهدين، نرجو ان احنا نكون قضينا وقت معاكم لطيف وجميل، وان شاء الله بنوعدكم كل الحصريات وكل الـ يعني الحصريات عندنا في برنامج بدون اهداف مع زميلي الجميل الاستاذ شريف فاروق. والى اللقاء ونشوفكم الاسبوع القادم.